محافظ مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي سعيد داوود خليفة. صباح الخير. صباح الخير. إذا مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يعود بعد غياب من 30 سنة. عنابة ليست لديها مهرجان فني مضبوط أو وطني ودولي، ربما هذا هو المهرجان الأول بعد حركة ثقافية كانت تقريبا محلية ووطنية. عن هذا المهرجان ماذا تقول سيد داوود خليفة في البداية؟ في البداية السلام عليكم وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. في 86 كان مهرجان من أكبر مهرجانات في حول المتوسط، وفي 97 الوالي ولاية عنابة آنذاك عمل مبادرة حاول يرجع المهرجان إلى عنابة، ولكن مع الأسف ما توصلتش هذه المحاولة. والفرق ما بين أيام سينما عنابة والآن الدورة هذه يعني تأسس رسميا مهرجان يصبح مهرجان وليست أيام بمسابقة، ونظن يعني عنابة تستاهل مهرجان سينما، لأن كانت يعني من أجمل ديكور للتصوير الأفلام، وعدة ممثلين وممثلات تخرجوا من مسرح عنابة وقسنطينة من الشرق الجزائري، وكان الموعد كان يكون في عنابة سواء في المسرح أو في السينما. نعم، ممكن المستمع يريد أن يعرف عدد الأفلام المشاركة، الدول المشاركة، وكذلك طبيعة هذا البرنامج بمعنى العنوان هذا المهرجان المخصص للهجرة غير الشرعية على المعلوم. عدد الدول المشاركة 15 دولة ب19 فيلم، لأن بعض الدول عندها فيلمين. نعم. والبعض الآخر فيلم حسب الانتاج، لأن باش نحترموا المقاييس الدولية في ممارسة المهرجانات لازم يكون فيلم من 2015 ولا 2014، وحاولنا بأن تكون أغلبية الأفلام من هذه السنة. ودول المشاركة من المغرب إلى الجزائر إلى تونس، مصر، سوريا، فلسطين، لبنان، كرواسيا، تركيا، إيطاليا، في فرنسا، إسبانيا. نعم، مخصصة للهجرة غير الشرعية. فيه تيماتيك، فيه جزء، يعني كل سنة المهرجان يخصص جزء للنقاش. السنة هذه يعني خصصناها للهجرة الشرعية أو غير الشرعية حسب التسميات. نعم، اسم الجائزة؟ العناب الذهبي. العناب الذهبي. اليوم الافتتاح سيكون اليوم الافتتاحي بالمسرح الجهوي لعنابة، يعني لإعادة ترميمه كانت، والآن أصبح مسرح جديد بفضل المجهودات ولي ولاية عنابة اللي عمل يعني ثورة في المحيط في عنابة. والافتتاح يكون على الساعة 5:30 يوم 3 ديسمبر. نعم، هناك من يشكك في نجاح هذا المهرجان سيد سعيد داوود خليفة لعدة أسباب. أولا، السبب اختياره الزمني جاء مع مهرجان قرطاج الدولي. ثانيا، 30 سنة قاعة السينما في عنابة عرفت هي مغلوقة منذ العشرية السوداء، بمعنى أنه الجيل الجديد ليس لديه ثقافة سينمائية. كذلك على المستوى قطاع الثقافة بولاية عنابة، ربما هناك مدراء غير موجودين حاليا، وهناك حديث ولغط كثير عن المسؤولين في مجال الثقافة بولاية عنابة. ماذا تجيب؟ نبدأ بتزامنها مع قطاع. أجيب كمواطن ليس كمحافظ. نعم. يعني لما نتكلم يعني نعمل هذه الصبورة السوداء، يعني ما بقاش يعني أمل. أنت الآن تقدم لنا صورة لعنابة اللي ما ولا مواطن عنابي ولا مواطن جزائري ما يعرفها، اللي بعد العشرية السوداء رجعت الثقة والروح في المواطن. إذا ننتظر القاعات
باش نعملوا افلام كمخرجين. اذا كم قاعات سينما اذا عفوا اذا انتظروا القاعات باش نعملوا مهرجانات نبقى مكتوفي الايدي. تونس قرطاج عندها 12 قاعه سينما في كل بلد التونسي، هذا نمثله. ورغم هذا ورغم الصعوبات الحاليه نظموا مهرجان. نشكوا في مهرجان اللي مبداش، نظن هذا شويه غير موضوعي. احترم رايك ولكن ليس رايي، هذا رايي انا. لا لا سيد سعيد باسمك وباسم الاذاعه، ولكن هذا انا موجود الان مع كل الطاقم في 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 عنابه، وفيه انتظار كبير. وما قد عملنا ندوه صحفيه يوم 23 نوفمبر، شفنا الانتظار الكبير والتعطش. اذا نبقى مكتوفي الايدي خاطر القاعات مش موجوده، نزرع اليأس. مثلا نتكلم عن المحيط ولكن أنا نقول لك باللي السنة هذه عنابة تقدم أصغر مخرج عنابي وجزائري في المهرجان من عنابة. هل أنت تشاهم؟ نعم. أنا نقول ما نقولش تزامنها مع مهرجان قرطاج السينمائي، تزامنها مع مهرجان قرطاج، مع مهرجان القاهرة، مع مهرجان. علاش ما تكلموش على تزامن مهرجان القاهرة مع مهرجان قرطاج ومع مهرجان بروكسل؟ احنا بدينا لازم. ورغم التزامن كل المخرجين اللي اتصلنا بهم وافقوا، ولا واحد يعني قال يعني معذره انا لازم نمشي لمهرجان قرطاج قبل ما نقول. وقرطاج ابراهيم الطيف صديق ومخرج كيفي، رانا نتعاملوا مع بعض. ما ثمش يعني كونكورنس ما بين قرطاج ما نقارنوش ما بين قرطاج اللي عنده اكثر من 40-45 سنه عندهم، وهذه مبادره اللي لازم تكفل بها الشعب المواطن المثقف. نعم سعيد الخليفه، قلت انه مهرجان عنابه المتوسطي للفيلم المتوسطي هو مكسب لمدينه عنابه ولمواطني عنابه بعد غياب تام 30 سنه. انت ترد وليس علي، ترد على المشككين. لأصحح لك فقط، أنا لا أتكلم باسم الإذاعة ولا باسمي، أنا أنقل ما روج في الساحة العنابية وكذلك وسط المثقفين. و يبقى رأيك لأن نعم أنا سمعت المثقفين الآخرين نعم عندهم رأي آخر. ترد يعني لديك المجال، هذا فضاء لك لترد. لازم نسمع اليوم الرأي الآخر للمثقفين العنابيين والمثقفين الجزائريين اللي يطلبوا لحد اليوم يطلبوا المشاركة والحضور في المهرجان. أنا اللي يهمني المشكك عنده الحق. أنا بعد إلا ما نشكش ما نوصلش المشوار متاعي. الكمال لله، ولكن المبادرة للإنسان المتفائل، المواطن المتفائل، مش المواطن المتشائم. المواطن المتشائم يبقى في بيته مع الأسف. المتفائل يقدم اقتراحات نقد، ولكن ما يحكمش على مهرجان مازال ما بداش. نعم نبقى مع مهرجان عنابة المتوسطي. قلنا انه قلت انه هناك 19 فيلم ستشارك به 15 دولة. هل هناك افلام جديدة لاول مرة تعرض في هذا المهرجان ام كل الافلام هي جديدة؟ كل الافلام هي جديدة. ماش فيلم يعني شارك في مهرجان وهر مثلا المهرجان الاخير، ثماش فيلم شارك في مهرجانات اخرى في الجزائر قبل يوم 3 ديسمبر في عنابة. هذا احتراما للجمهور اللي راح يكون. ونتحدث عن تكريم المخرج الجزائري المرحوم عمار العسكري، وهو من مدينة عنابة وكانت له عدة إنتاجات في القمة. التكريم يعني مخصص المفقودين هو عمار العسكري، بن عمر بختي، عمر شريف، نور شريف، ممثل تونسي إبراهيم أحمد السنوسي، والمرحوم الناقد الكبير عبدو بن زيان عبدو بي. نعم هذا من المفقودين. أما من الأحياء المهرجان يعني قد قررت تكريم
موسى حداد ممثلة في التومة وسليحة أبو عماري وسيد أحمد هجومي. نعم، ممكن نتعرف على عناوين الأفلام المشاركة الجزائرية في المسابقة؟ عندنا فيلم عملية مايو، أوبراسيون مايو لتويتر كاشا، والفيلم الثاني مدام كوراج لمرزقها الوش، هذا اللي شاركوا في المسابقة. وفيه فيلم ممكن يكون موجود في عنابة اللي خارج المسابقة، فيلم لرحيم العلوي. نعم، لجنة التحكيم، لجنة التحكيم ترأسها المخرجة التونسية كيلتون برناز، والكاتب الفرنسي جون نويل بونكرازي، والإيطالي فيرجينيو سورو من الجزائر، كمال دهان مخرج جزائري، ومن لي بالكون ماسيدوان غوران توزيا اللي كان مساعد لسبيلبرغ. نعم، لو نعرف اسماء فنانين معروفين سيكونون حاضرين في مهرجان عنابة المتوسطي، هذه تبقى مفاجأة. مش ممكن أنا نعرف، انا ما نميزش ما بين من احترام لكل الضيوف، ما نعملش تمييز ما بين فنان واخر. اللي يجي اللي يكون موجود في غارن يعني يسعى لكل اعتناء والاعتراف، ما نعملش تمييز ما بين فنان واخر. النجم لي كمحافظ هو الفيلم وهو الجمهور، فيه نجوم، فيه اسماء معروفه، ولكن انا دوري ان يعني نعمل دعايه لكل الحاضرين في عندنا. الاسماء لاول مره تاتي للجزائر ولا جاءت من قبل؟ لا، الاغلبيه لاول مره، لانه هذه عوده مهرجان متوسطي، ماناش في مهرجان يعني مثلا كما مهرجان وهران اللي كانت عنده يعني تقاليد. لماذا تحتفظ على هذه الاسماء؟ ربما لك الفرصه انه الجمهور يتعرف على الاسماء، لانه يعني انت تتكلم مع المواطنين الجزائريين، يعني ربما يكون شرف انهم يشوفوا النجوم هما مواطنين على مدينه عنابه وزائرها. انا احترم كل اللي في طمن راس، ربما عنده حق المعلومه طبعا، ولكن في طمن راس راح يتبان على عبر السيت اللي يكون يعني سيت ممون يوميا يعني عبر الفيديو، عبر الفيديو وعبر الصور وعبر الجريده اليوميه اللي تكون تطلع على السيت ويب نتاع المهرجان. اعطيت قائمه الجوري لانه قصيره وما ثماش فيها، انما ضيوف انا ما نعمل يعني، هذا موقف يعني ربما راني خالع، ولكن احتراما لكل الضيوف ما نعملش تمييز. من سوريا من سيكون؟ سوريا مخرجة سورية سلاف معروفة كالنجم. نعم، أول مرة تشارك بفيلم، هذا فيلم الأول يعني كمخرجة. نعم، من لبنان؟ من لبنان في فيلمين، وينون الفيلم اللي مثل لبنان في الأوسكار، والطريق لرانا سالم. نعم، من تونس أنا قريبة على ال من تونس. فنانين معروفين تونس من تونس، فيلم لمختار العجيمي ديكتاشوت، وفيلم لرجاء عماري الربيع التونسي. نعم، اتوقع انه راح يكون جمهور يوم الافتتاح وكذلك في ايام العرض. نحن نتمناو احنا نعملوا اولا نعملوا المهرجان للجمهور، باش نتمنى يعني الجمهور يرجع للقاعات، ولو ان القاعات الان قليله، ولكن في العروض تكون في المسرح الجهوي وفي قصر الثقافه، وفيه برنامج خاص للاطفال في المكتبه الرئيسيه البيبليوتيك برينسيبال تاع عنابه. نعم، وعلى هامش كذلك اللقاء المهرجان طبعا فيه المائده المستديره حول الهجره الشرعيه وغير الشرعيه، ونعرض فيها افلام وثائقيه وروايه، مثلا فيلم اللي شارك في المسابقه وبالمناسبه يتطرق لهذا الموضوع الهجره هو الميديترانيا، من احسن افلام الان في 2015 فيلم ايطالي يتكلم على الهجره، وممثلين هذا الفيلم
يكونوا موجودين في عنابة. نعم، حظ الأفلام الثورية وخاصة الثورة التحريرية في هذا المهرجان سيد سعيد الخليفة. طبعا يعني المناسبة تكريم الفقيد عمر العسكري تعطينا الفرصة باش نعرض أفلام عمر العسكري، ونعرض لأول مرة في عنابة فيلم أحمد راشدي العقيد لطفي دورية نحو الشرق، فيلم من عمر بختي ثنا يعرض، عمر شريف بالمصير نور شريف، عمر شريف بفيلم لأول مرة يعرض في الجزائر هو مسيو إبراهيم إلي فلور دي كورون، في فيلم فرنسي من أحسن أفلام الأخيرة لعمر شريف. نعم، نعود إلى الجوائز. قلت اسم الجائزة هي العناب الذهبي نسبة إلى عنابة. بالنسبة للاختصاصات سيف، كيف ستكون توزيع الجوائز؟ أحسن مخرج، أحسن فيلم، أحسن فنان، أحسن سيناريو؟ أولا الجائزة الكبرى هي العناب الذهبي، العناب اللي بالعام نسميه الجيجيب يعني الجيجيبي، وجائزة لجنة التحكيم، جائزة أحسن ممثل، أحسن ممثلة، جائزة أحسن سيناريو، أحسن موسيقى، وجائزة الجمهور. لأول مرة الجمهور ينتخب يختار الفيلم بتاعه. كيف؟ لما يدخل القاعة يدخل بتذكرة. التذكرة هذه تعطي حق في التصويت. يختار الفيلم اللي يحبه ولا اللي يصوت ولا يعطي رأيه على الفيلم اللي ما يحبوش اللي يرفضه. وبهذا يعني نجمعوا الأصوات ونعلنوا عن اختيار الجمهور عبر التصويت، عبر يعني كل البطاقات اللي تنجمعها عند خروج المتفرجين من القاعات. ننتقل إلى الحركة الثقافية والسينمائية في الجزائر والإنتاجات سيد سعيد ولد خليفة، كيف تقيم الحركة في السنوات الأخيرة؟ في الجزائر هناك إنتاجات، ولكن المواطن الجزائري لا يراها، يسمع إلا أنه هناك تتويج في مهرجان كان، تتويج في مهرجان قرطاج في مصر في المغرب، خاصة مرزاق علواش، والجزائر تحصلت في أيام سينمائية لقرطاج على جائزتين في هذين اليومين. كيف تقيم هذه الحركة الثقافية والواقع السينمائي في الجزائر؟ طبعا المخرج الان المخرج اللي يتكلم. اولا يعني نحيي نجاح صديقي المخرج لطفي بوشوشي اللي برهن بهذا الفيلم اللي فيه كفاءه وفيه تقنيه جزائريه، جوده جزائريه اللي ما تعرف بها في كل العالم، وما بلاش شفت الافلام الجزائريه لما تعرض. اما في الداخل صحيح القاعات قليلة، ولكن إذا نأخذ مثلا فيلم زبانة عرضناه في 137 من التراب الوطني، 137 قرية أو مدينة. علاش؟ لأن ما انتظرناش المبادرة، لازم تكون مبادرة شخصية المخرج والمنتج هما اللي يتصلوا بالبلديات. احنا عرضناها في الهواء التلق، مثلا في مكان اسمه جنان المسكين. شكون يعرف جنان المسكين الا سكانه ولا سكان القريه المجاوره زهانة. الافلام تعرض، انما ربما المراسلين مع كل احترامي للمهنه كصحفي سابق، انما المراسلين ولا الصحافه ما تروش تتكلم الا حضور الأفلام الجزائرية في الجزائر في المناسبات. نعم، سننتقل إلى محور آخر سيد ولد خليفة. قلت أنت كمخرج، كذلك هناك إشكالية في الجزائر، الجزائر تنتج أفلام ولا تنتج نجوم؟ علاش شكون النجوم؟ النجوم ما تنتج ممثلين في الحقيقة، ليكونوا واقعيين. لا. لا, 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 لا تنتج مشاهير معروفين يعني على هم لا يتعدون الجزائر. لا، حتى حوض البحر المتوسط غير معروفين فيها. لما ربما يعني الا من رحم ربك من خرج الى الله يرحم.
لا لا نحن ربما صغير ما خرج الى خارج البلاد. نعم الله يرحمه حتى لي خارج البلاد يعني اسمح ما هو الجزائري لا جزائري انما لما تكلم النجوم النجوم مش الجرائد ولا النجوم النجوم عندها مسيرة يعني احنا لما نشوفه ممثل عمل 3 أو 4 مسلسلات في الشرق في تركيا ولا في مصر ولا في سوريا يصبح نجم لا في الجزائر النجوم يعني تتكون مثلا ما نسميوش نجم بعد 3 أو 4 أفلام المشوار سيد أحمد أقومي مشوار كويرت مشوار فطومة النجوم لازم تبقى دائما ما نجموش نصنع النجم 2 أو 3 هذا رأي الصحافة ربما صحفيين اختصاصيين في صنع النجوم ولكن هذه النجوم ما نساعدوهاش لما نقرب اللي بعد 2 أصبح الممثل نجم ربما أنا الممثل اللي قام دور زبانة متفاعل يصبح النجم ولكن ما نحكمش عليه من الآن أنه هو النجم هو فنان قدير وعنده قدرة أنا كنت معه في تورونتو في كندا عرضوا لي 3 أو 4 مخرجين في كندا باش يبقى التصوير ولكن فهم بلي هذا الفيلم تاعو الأول ولازم كم المسيرة والتكوين. هل أنت مع جلب فنانين وممثلين من بلدان أخرى ليشاركوا في أفلام جزائرية؟ طبعا لأن الآن الأفلام مختلطة نظن اللي يفصل ما بين فيلم آخر هو الموضوع اللي يعطي جنسية الفيلم بكل صراحة هذا رأيي ويعني ونجم نتناقشوا فيه أفلام أولا تمويل ما ثماش حتى في الغرب ما عادش تمويل واحد مثلا في كان فرنسا تقدم 11 فيلم والمخرجين ربما من 7 جنسيات ولكن تمويل الآن يعني الحدود مفتوحة علاش ما نعملش أفلام مشتركة مع تونس مع كنا شاهين عملنا ما عدة أفلام تونس 7 أو 8 أفلام مشتركة الآن ما ثماش حدود في العمل الفني. نعم بالنسبة لترويج الأفلام الجزائرية حقيقة هناك أفلام جزائرية كانت في المستوى وتحصلت على عدة جوائز وكذلك هناك المخرج دائما يصطدم ربما بإشكالية اللهجة الجزائرية وتناسقها مع أداء الفنان بمعنى تلك الحركات والإيماءات التي يقدمها الفنان ما تكونش مثل اللهجة التي يقدمها يعني هناك يعني انفصام بين الحركتين. أنا نظن باللي ممارسة اللهجة بمعنى أنه الممثل لا يعبر عن الفرح ولا يعبر عن الحزن بالشكل اللائق. كل الممثلين من هذا ماهوش مثلا اللهجة مثلا ناخذ نرجع في الفيلم زبانة احنا اخترنا الممثلين اللي عندهم اللهجة مش من الغرب اللهجة الوهرانية نتاع 50s وجبنا كوتش ممثل من المسرح اللي صلح مثلا عماد بن شني من مستغانم ربما في عنابة ما يعملوش الفرق ما بين لهجة مستغانم ووهرن ولكن احنا عملنا وهذا يعني النتيجة أن فيلم زبانة الآن يعرض عبر طائرات إميريت ما بين دبي وسنغافورة ورغم أن اللهجة وهرانية. نعم في الأخير سعيد ولد خليفة في كلمة للجمهور المتتبع للسينما الجزائرية متى يبدأ مهرج عنابة متى ينتهي كيف ستكون العروض ودعوة لكل المشككين أن يحضروا إلى هذا المهرجان. لا دعوة لكل من يكون موجود في عنابة أن يجي ويعني يعني نتكلموا على قرطاج الناس تجي تشوف الأفلام بلا ما تعرف العنوان نتاعها أنا شفت في الأخبار التونسية الناس تسوق للعروض نتمنى يعني الجمهور يكون على الموعد العروض تبدأ 10:30 2:30 4:30 وآخر عرض 6:30 في القاعدين المسرح الجهوي وقصر الثقافة والنجاح ما بين يدينا
أنا متفاعل، ولو ما كنتش متفاعل ما نشاركش في هذه مش مغامرة، هذه المبادرة.